ما هو الديب ويب؟ الويب العميق. وما الفرق بينه وبين الدارك ويب؟ الويب المظلم. يعتقد الكثير من المستخدمين أن الويب العميق ديب ويب والويب المظلم دارك ويب يؤديان إلى المصطلح ذاته، أي المواقع والإجراءات غير المشروعة التي تتم من خلال الإنترنت، إلا أن هناك اختلافا بينهما في الاستخدام والخصائص لدى روادهما. إذا ما هو الديب ويب؟ وما الفرق بينه وبين الدارك ويب؟ ما هو الديب ويب؟ يشمل الويب العميق أو الديب ويب كل المواقع والصفحات غير المفهرسة والتي لا تستطيع برامج الروبوت المسؤولة عن تتبع الروابط في محركات البحث العثور على هذه المواقع، فهي بذلك لا تظهر في عمليات البحث، ويحرص أصحاب صفحات الويب العميق أو الديب ويب على بقاء صفحاتهم مخفية. والطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه المواقع تتم عن طريق إدخال عنوان URL الخاص بالموقع أو باستخدام رمز IP. ويستخدم المسؤولون عن مواقع الويب العميق عدة أدوات لمنع الزيارات لصفحاتهم، منها جدران الحماية التي ترسل لمستخدمي الإنترنت أن هذا الموقع قد يحوي فيروسات، وجدران الدفع أيضا للPaywall والتي تطرح للمستخدمين الوصول إلى صفحات مقابل رسوم مالية أو اشتراك شهري، بالإضافة إلى نماذج HTML، أي إظهار نافذة تتطلب عدة إجراءات مثل إدخال نص أو مربعات الاختيار، ولا يستطيع المستخدم رؤية ما تحتويه الصفحة قبل ملء النموذج. هنالك عدة فئات تحتاج إلى المميزات الموجودة في الديب ويب، مثل الأمثلة عليهم الصحفيون ومسربو المعلومات والمعارضون السياسيون، وكذلك المستخدمون الذين يعيشون تحت أنظمة سياسية ديكتاتورية. يتألف الديب ويب أو الويب العميق من عدة أنواع من البيانات والمعلومات، منها المواقع الداخلية للشركات والجمعيات والمؤسسات الضخمة، الأنظمة الداخلية الخاصة بالمدارس والمعاهد والجامعات، إتاحة الولوج إلى قواعد البيانات على صفحات الويب، والمواقع المحمية بجدران الدفع Paywall، إضافة إلى الصفحات التي تشترط إدخال كلمات المرور مع إمكانية الولوج لأفراد معنيين، صفحات مخصصة لتقديم الامتحانات عبر الإنترنت والتي لها ميزات مثل تحديد توقيت معين لإنهاء الامتحان، التلاعب بمنع الوصول إلى البيانات الممنوعة من التداول بدون رسوم اشتراك، حسابات المستخدمين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والحسابات البنكية. ما هو الدارك ويب؟ يتصل مفهوم الديب ويب والدارك ويب في كون الويب المظلم جزءا مخفيا من أجزاء الويب العميق، والذي يتعمد مستخدموه عفوا إخفاءه، ولا يوجد مؤشرات واضحة عن الحجم الذي يمثله الويب المظلم على الإنترنت، لكن هناك تنبؤات على أنه يشكل قرابة 5% من حجم الإنترنت. ويلزم للوصول إلى مواقع الويب المظلم أن يكون للمستخدم عدة مهارات ومعارف تمكنه من الولوج إلى الويب المظلم واستخدامه. عند استخدام أي شخص للإنترنت بشكل عادي، تقوم المواقع الإلكترونية بتتبع موقع المستخدم، وذلك عن طريق عنوان IP المسجل لجهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم. ولتجنب هذا التعقب، يلجأ مستخدمو مواقع الويب المظلم لاتخاذ إجراءات تحول دون الكشف عن مواقعهم، منها متصفح تور والذي يساعد في حجب هوية المستخدم وعنوان IP. لا تتجاوز نسبة مستخدمي الويب المظلم 3% من كافة رواد الإنترنت، وقد يعتبر البعض أنها نسبة قليلة أو غير مؤثرة، إلا أن مستخدميه من منظمات ومؤسسات التجارة غير المشروعة عملوا بشكل كبير لاستدراج عدد ضخم من الناس ليصبحوا من رواد شبكات الويب المظلم. وضمن دائرة مستخدميه الذين يوصفون بأنهم مجهولون، فلا يمكن تتبع هوياتهم ومواقعهم من قبل الدول والمؤسسات المختلفة. معظم الصفحات التي تنتمي إلى الويب المظلم أو الدارك ويب هي أسواق تضع سلعا غير مشروعة، كتجارة السلاح وتجارة المخدرات، اختلاس كلمات المرور الخاصة بالبطاقات البنكية، المواقع الأعلى خطورة يتم عبرها استئجار القتلة، وتجارة البشر والأعضاء،
تسريب مواد إباحية متعلقة بصغار السن. وفي معظم الأحيان يتم تداول عملة البيتكوين، حيث أنها عملة إلكترونية لا يمكن تتبع التعاملات المالية خلالها، كما لا تكشف عن المعلومات الشخصية لمستخدميها خلال صفقاتهم التجارية. ولا ينصح عادة باللجوء إلى التعامل بهذه الإجراءات في المعاملات التجارية حتى لا يتعرض المستخدمون للاستغلال والسرقة.